على كل حبايبي واهلا وسهلا بيكم، يا رب يكون الجميع في الف صحه وخير. وطبعا قبل ما ابدا المقطع دوت ما تنسوناش في لايكات وشير وسبسكرايب. يلا بقى بينا بسرعه نشوف الفيديو النهارده هيتكلم عن ايه. هجوم جديد على محمد رمضان، هل شبه الناس بالخرفان؟ تعالوا نعرف ايه تفاصيل الخبر ده ونعرف ايه اللي حصل بالظبط. احدث الفنان المصري محمد رمضان موجه جدل جديده بسبب فيديو نشره على حسابه على موقع تغريدات تويتر، وعرض فيه قطيعا من الخراف وهو يسير مرفقا المشهد بإحدى أغنياته، وأثار الاهتمام بالتعليق حيث كتب: لما أزمة الكورونا تعدي والناس تنزل شغلها هنعرف قعدة البيت عملت إيه. بحسب مجلة له، وتنقل المقطع والتغريدة بعد ذلك عدد من الحسابات النشطة على التطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام، وأطلق هذا موجة من الانتقادات اللاذعة. ورأى الكثير من المتابعين أنه يشبه الناس بالخراف، ورأى في ذلك إهانة له. ومما جاء في التعليقات: يا ريت يسحبون التليفون منه ولا تعليق على السخافة، وقليل الأدب بصراحة، ما عندكش دم، وهزار غلط وطريقته غلط. وأشار لأن الفنان أثار ضجة في وقت سابق بعد ظهوره مرتديا قناع ذهبي بتصميم غريب يغطي كامل رأسه ووجهه، كما لفت الأنظار من خلال مشاركته فيها الحملة التي تهدف إلى دعم الجهات الصحية في مواجهة انتشار الوباء المنتشر حاليا. وأعلن في هذا الصدد تبرعه بمليوني جنيه مصري لوزارة الصحة المصرية. طبعا حبيبي زي ما احنا شوفنا كده، فعلا ياريت حد فعلا ياخد التليفون منه ويرحمنا من الهزار البايخ اللي كل شوية يقعد يطلع لنا بحاجة، كل يومين يطلع لنا بحاجة غريبة وحاجة جديدة. مش عارفة بصراحة. طبعا هستنى اسمع رأيكم يا حبيبي في التعليقات، واشوفكم يا رب على الف صحة وخير. وما تنسوناش بقى كده في لايكات وشير، وان شاء الله برضو لو عايزين اي حاجة اكتبوها لي بس في التعليقات وانا ان شاء الله هنزلها لكم عندي. وانتظرونا ان شاء الله في كل الاخبار الجديدة والحصرية. مع السلامة.